اهلا وسهلا بلجنة الخبراء. احب اقدم لكم اليوم اختراع جديد اللي تعبت عليه سنين وشهور، الخلفة المثالي. بعد ما شفت معاناة العراقيين من الخلفات واغلب اسطوات البناء اللي دمروا حياة العوائل العراقية وخلوا العراقي اذا راد يدعي على عدوه لا يدعي عليه بالسرطان ولا بالموت، ظل يدعي عليه بالبناء من وراء ما شافوه من الخلفات. لذلك سوينا هذا الخلفة المثالي، اخترعناه هنا بالمختبر بحيث شلنا من عنده كل الدوالغ مال الاسطوات والخلفات. الخلفه اسمه ابو محمد. وهذا ابو محمد بشنو يتميز عن الخلفات البقيه؟ ابو محمد شغله مضبوط 100%. وشنو الجديد بالموضوع؟ يعني هواي خلفات شغلهم مضبوط، بس ابو محمد يختلف. ابو محمد من تجيبه حتى يبني لك غرفه ويقول لك اخلصها بعد 20 يوم يخلصها بعد 20 يوم فعلا. لا لا مستحيل، لا ما اقول شيء، لا ما معود داخلك كذا. نعم مثل ما جاي اقول لكم، يقول لك 20 يوم يخلصها ب 20 يوم. ذاك اليوم من طول وسط قاع قالوا له اريدك تبني لنا عليها طابقين، قال لهم اخلصها بعد 5 أشهر و8 أيام. راح لهم ورا 5 أشهر و8 أيام بالليل، سلمهم المفاتيح قال نقلوا غراضكم البيت كمل. مستحيل مستحيل. بس لحظه، هو شلون قدر يخلص البناء بنفس الوقت؟ ابو محمد من يكث شغل ما يموت عنده احد. ما يموت استاذ احمد، ترى الموت يعني بيد الله سبحانه وتعالى. ما فهمتني هسه، انت من تجيب خلفه عندك بالبيت حتى يشتغل ورا يومين ثلاثة ايش راح يقول لك؟ يقول لي عمي توفى بغير محافظة وبعد 4 أيام يلا اجيك. هو صدق عمي توفى؟ لا هو استلم شغل ثاني وخلاني على الشحن. شد لك مغذي؟ يعني شد لي مغذي. ابو محمد ما يموت عنده احد. يعني ابو محمد ما يشد مغذي؟ ابدا، هذا ابو محمد ابدا. ابو محمد يا ناس، ابو محمد يا جماعة، سهرنا عليه هواي حتى وصلنا لهاي المرحلة. ابو محمد من يكض الشغل بالبيت يجيب ويا الاكل والشاي والماي حتى لا يتعب البيت. لا نعم مستحيل. ابو محمد من يقول لك شغلك يكلف 7 مليون يكلف 7 مليون، مو تخلص 7 مليون وبعدك واصل لنص الشغل. يعني مو 10؟ لا 7 مليون. هذا ابو محمد، هذا يا ناس ابو محمد باليوم استراحته نص ساعه. 10 دقائق ياكل، 10 دقائق يصلي، و10 دقائق يشرب شاي، واحيانا يشرب الشاي هو يشتغل. الله، هاي الأخير عيدها. الله يشتغل. نعم أبو محمد يا ناس، يوميا من يخلص الشغل ينظف ويرش ماي ويغسل ويرش معطر جو. يا بدر روح، ولا كل حكي معقول؟ هذا الحكي صدقون أنتم؟ هذا الحكي ما معقول. لا عاد اسمع، هاي أبو محمد هذا تشوفونه قدامكم من يبني لك غرفة، من يبني لك غرفة ويخلص ويروح الحائط ما يفطر. لا لا لا، أعصابك استاذ، أعصابك الحائط يفطر. أعصابك استاذ، ماكو حائط ما يفطر، افتهمت؟ والله ما يفطر. يفطر قلت لك، يفطر. ما عنده حائط يفطر. زين يفطر الحائط. اي والله صح صح، الحائط يفطر بس مو عند ابو محمد. ذكرت الحائط مالتي الفطر من قد ما كبير خليت له شرشوب وباب. هاي قبل لا اسوي ابو محمد. اخوان بعد هو بيه واي مواصفات، بس اكو وحده ثقيله ما اقول لكم اياها. قول ما اقول لكم اياها. لا ما 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 اقول لكم اياها، ما تصدقوها. انا نفسي ما مصدقها. ابو محمد بن يشتغل بالبيت عندك وانت بالدوام ويخلص اسمنت جص حصو اي شيء، ما يخابرك ويطلعك من دوامك، يروح هو يشتري من فلوسه، ومن تجي له العصريه يقول لك اليوم اشتريت ذني الغراض، تحب تحاسبني عليهن هسه؟ لو منخلص شغل خاف ما شايل اليوم. فيك استاذ اليوم هواي اندمرت انت استاذ. شبيه تذكرت الخلفه البناني لحد يا بابا تخلصني. جايزه كلها خلصان علي. الله يساعدك الله يساعدك. اي والله صح صح، هواي خلفه يطلعونك من دوامك والله. على مود كيسين اسمه. لا ابو محمد راح ينهي كل هاي المعاناة. تحبون تجربونه؟ منو بيكم عنده بناء؟ انا محتاج اكثر واحد. لا انا محتاج اكثر واحد. مو انتم خبراء لازم تجربونه. لا انا لا 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 بس لحظه، مو انا يعني مو انا وراي زواج استاذ احمد، فتعرف يعني الزواج اهم. الزواج محتاجة. اذا حضرتك الزواج أهم. انت متفق ويا خلفه؟ ها يعني اخابره؟ لا عاد كنسل وياه، ما يصير يعني. لازم
وبعدين يلا ممكن خابره الغي ان شاء الله انا الله يخليك مالك علاقه بي يومين واقول لامي تخربطت وانا امك ان شاء الله الظاهر مشروع التطوير كان بيه شويه فساد